السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن شاهد بنو إسرائيل التابوت تحمله الملائكة بين السماء والأرض، أقبلوا من كل حدب وصوب على ملكهم طالوت، وبدأ على الفور الاستعداد للمعركة، ولم يتخلف إلا كبير أو مريض أو معذور. وبدأ التدريب الشاق والإعداد والإمداد بالسلاح والعتاد والأخذ بجميع الأسباب المادية الممكنة. ثم خرج الجيش بقيادة طالوت من البلاد متجها إلى بيت المقدس للقاء جالوت وجيش العماليق. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما خرج طالوت بجنوده من البلاد لقتال العماليق كان عددهم كبير، قيل أنه 80,000. فصار الجيش مسافة طويلة في أرض قاحلة وحر شديد، ونفذ الماء وأوشك الجيش أن يهلك من شدة العطش. ثم كان الامتحان من عند الله، قال لهم طالوت: إن الله مبتليكم وممتحنكم بنهر، وهذا النهر هو نهر الأردن المشهور والذي يعرف بنهر الشريعة والذي يفصل بين الأردن وفلسطين، فمن شرب من ماء النهر فليس مني ولا يصلح للجهاد معي. وكان الغرض من ذاك الابتلاء الشديد هو تمييز القلة المؤمنة الصابرة من جيش طالوت. وهذا هو شأن القادة الأقوياء العقلاء، أن يختبروا جنودهم قبل المعارك حتى يتبينوا حقيقة إيمانهم وقوتهم. ومن لم يطعمه ويشرب منه فإنه مني ويصلح للجهاد معي. ثم كان الاستثناء، فمن اخترف غرفة واحدة أو غرفة واحدة بيده وليس بيديه فإنه مني ويصلح للجهاد معي. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما وصلوا إلى نهر الأردن وجدوا الماء عذب حسن بارد، فانكبوا عليه وشربوا منه إلا قليلا منهم. ترى كم عدد تلك القلة المؤمنة الصابرة؟ كان عددهم 310 رجلا. يا ربي، تخلف من جيش بني إسرائيل أكثر من 99%، ورغم أن عدد من فشل في الاختبار كبير جدا، إلا أنه من لم يصبر على العطش فلن يصبر على ويلات القتال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: شربوا على قدر يقينهم، فشرب الكفار شرب الهيم، وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا، وأخذ بعضهم غرفة، ولكن الله عز وجل بارك في تلك الغرفة فروتهم وكفتهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه، ورأوا جيش العماليق وكثرة عددهم وعدتهم، قال فريق منهم: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده الأشداء. لم يقولوها هروبا من القتال، وإنما هو الوجل الذي يعتري بعض النفوس عند حضور القتال. قال الذين يظنون غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم،
بإذن الله وأمر الله وإرادته ومشيئته. فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله. وهذه قاعدة صالحة لكل زمان ومكان. القلة المؤمنة الصابرة تنتصر بإذن الله على الكثرة الكافرة الباغية. رحم الله الإمام القرطبي الذي عاصر دولة الإسلام في الأندلس وهي تسير في طريق الضعف والتدهور، فقال: هكذا يجب علينا أن نفعل. والله مع الصابرين. والله مع الصابرين بتوفيقه وتأييده ونصره وحسن مثوبته. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ودعونا نستعرض الآن بعض الفوائد من الآية الكريمة. صلاح الجيش بصلاح القائد وعلمه وقوته وحكمته. لا بد من مناورات وتدريبات واختبارات قبل المعركة. لا بد من الإعداد والاستعداد بالأسباب المادية والمعنوية لتهيئة الجيوش للحروب، ولكن الأهم الاستعانة دائما بمسبب الأسباب. الانتصار في المعركة متوقف على الانتصار على النفس. الإنسان وحده ضعيف، فتخير الصحبة المؤمنة العالمة التي تعين على صعاب الحياة. قال الدكتور مصطفى محمود رحمه الله: الدنيا كلها في هذه الآية. فالدنيا هي النهر الذي يجري تحت أقدامنا بما فيه من شهوات ورغبات، فنجد الكثير من يقبل على هذا النهر ويشرب 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 ويخزن ويكنز. فهؤلاء هم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وقليل يغترف غرفة ويمضي إلى جنات وأنهار لا أول لها ولا آخر. فلا بد لنا في الدنيا أن نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. جزاكم الله خيرا.